الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود بحق في كل زمان ومكان، وهو عظيم الشان، هو الملك الحق الرحمن الديان، منزل القرآن بأحسن لسان على قلب النبي العدنان. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا صمدا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ففتح الله به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا، وأقام به الملة العوجاء بأن عبدوا رب الأرض والسماء، ورفعت لا إله إلا الله محمد رسول الله في أعلى العلياء على منهاج خاتم الرسل والأنبياء. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه النجباء. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، ووصية جميع الأنبياء والمرسلين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وما زلنا وإياكم مع الشوق للقاء الله ومع نعيم الجنة، بينما أهل الجنة فرحين مستبشرين في أنعم النعيم، حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، لباسهم الحرير والسندس والذهب، قصورهم لبن من فضة ولبن من ذهب، وملاطها المسك، أرضها حصباؤها اللؤلؤ، أنهارها من غير أخدود جلت، سبحان ممسكها عن الفيضان، أنهار اللبن لم يتغير طعمه ولم يتسنه، وأنهار الماء كذلك لم يتسنه ولم يتغير طعمه، وأنهار الخمور لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من المسك والكافور، سبحان الله، وأنهار من الزنجبيل. هذه النعيم لا يشبه نعيم، بينهم فرحين مستبشرين. نادى مناد كما صح في صحيح مسلم وعند البخاري رحمه الله وعند أهل السنن من طريق أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهم من الطرق، ومجموعها ندخل بعضها في بعض حتى نتنعم. نادى مناد: يا أهل الجنة، فيقولون لبيك وسعديك، فيقول هل سلوني، أو يقولون يقول هذا يوم المزيد فسلوني، فيقولون في رواية: ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجينا من النار، وفي رواية: ألم تعطينا أفضل ما أعطيت أحدا من خلقك. قال: بلى أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: وما أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. الله أكبر. أعظم نعيم لأهل الجنة في الجنة نعيمين، أحدهما رضوان من الله. وقرأوا إن شئتم: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، وذلك هو الفوز العظيم.
يقول ابن جرير الطبري والبغوي وابن كثير والقرطبي وغيرهم من المفسرين، وهذا إجماع الأمة ورضوان من الله أكبر، أي رضا الله أكبر من نعيم الجنة، أكبر مما أعطوا من الحور والقصور والخير والحبور والسرور. ثم في حديث طويل ينادي مناد: يا أهل الجنة إن ربكم يستزيركم، فحي هلا على زيارته، فإذا بالنجائب أعدت لهم فيركبونها مسرعين على ظهورها. ثم وضعت لهم المنابر، منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، وجلسوا هنالك، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون بينهم دنيء، وجلسوا على كثبان من المسك. فينادي مناد: يا أهل الجنة سلام عليكم. فيكون أول ما يسمعون سلام عليكم، وهذا مصداق قوله في سورة ياسين: سلام قولا من رب رحيم. الله يسلم عليك يا أيها المؤمن يا أيها المسلم، سلام عليك. الله يقول سلام عليكم، فما تكون تحيتهم بأفضل ما يقولون: اللهم أنت السلام. ثم للحديث الأول: ربنا قد رضينا فارض عنا. فيقول: لولا لم أرض عليكم ما بلغتم جنتي. فيجتمعون الأنبياء وسيد الأنبياء والرسل وسيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وأتباعهم وكل من قال انظر إليك، فيجتمعون على هذا السؤال وهو أعظم نعيم: ربنا أرنا وجهك ننظر إليك. فيكشف الحجاب فإذا بنوره يضرب وجوههم، فلولا أن كتب الله عليهم أن يحترقوا، أو لولا قضى الله عليهم أن يحترقوا لاحترقوا أجمعين من شدة جماله ونوره. أعظم نعيم ترى الله وجوه يومئذ ناضرة، أي حسناء بهية من الجمال. لماذا؟ إلى ربها ناظرة. لما تنظر إلى نور الله، نور وجه الله، نور ذات الله جل جلاله، ونوره ليس كمثلها نور. الله من أسمائه النور، ومن صفاته النور، ومن خلقه النور. الله نور السماوات والأرض، الله نور، وأشرقت الأرض بنور ربها، ومن مخلوقاته النور، أي حجابه. لما يكشف الحجاب كما جاء في السنن بينه وبين ملائكته 70 حجابا من نور. الله أكبر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا قال: نور أنا أرى. ولكن يوم القيامة الصحابة قالوا: يا رسول الله، كما عند البخاري ومسلم وأهل السنة: يا رسول الله هل نرى ربنا غدا يوم القيامة؟ فيقول: هل تضامون في رؤية الشمس والقمر في عزة الظهيرة وهي صحواء، السماء صافية، هل تضامون؟ قالوا: لا. قال: كذلك ترون ربكم.
وفي حديث صحيح إنكم سترون ربكم كرؤية هذا القمر لا تضامون، في رواية لا تضارون فيه أبدا. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فلما ينظرون إلى الله الجميل خالق الجمال، ينظرون إلى الخالق خالق المخلوقات، ينظرون إلى المحسن من أسمائه وصفاته المحسن خالق الحسن والجمال، ينظرون إلى الرحمن خالق الرحمة في مخلوقاته، ينظرون إلى الكريم خالق الكرم في مخلوقاته، ينظرون إلى الجبار إلى العزيز إلى الغفار إلى الملك إلى القهار. أعظم نعيم أهل ينسون نعيم الجنة. سبحان الله، نسأل الله أن يرزقنا رؤيته في الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dear respected brothers, when the people of Jannah enter Jannah, they relax, they eat, they drink alcohol pure, never disease, meat fresh, everything halal, milk, honey, good wives, pure than mirror. You look your face in his face. Subhanallah. And subhanallah, river, garden, houses, you relax in matrix. Subhanallah. There is every week, there is one special market. في الجنة سوق هو الذي سنرى فيه ربنا. لم أذكره باللغة العربية. There is markets. I didn't mention it in Arabic. There is markets in the day of Friday. In the day of Friday. In the hadith correct, we call it Jumu'ah. In the Jannah, call it Jibreel alayhi salam tell Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we have one day. We call it يوم المزيد. Is the day of Friday. Is the day to give more. And people when they go to these markets, what they buy? There is no dollar there, brother. Nothing. You go there because there is one annonce. Allah call all Jannah man and woman. Oh, people of Jannah, come to visit Allah. Allah waits you. He promised you in dunya to visit him. After that, when you enter Jannah, he waits you. Then he make manabir. Angel prepare manabir. Manabir from light. Manabir from gold. Manabir from silver. Manabir from, subhanallah, lu'lu, marjan. Everything say. And under the manbar, only the misk. Subhanallah. Then he call, oh people of Jannah, ask me more. They say, oh ya Allah. You make our face shining, light. You save us from Jahannam. We relax, we eat, we drink. Happiness, no punishment. He say, there is better than that. Ask me. He say, which that's this? He say, I become satisfied about you. I never have sakhat to you. I never become angry to you. Then after he say another question, oh, people of Jannah, ask me more. He say, what's more? He say that all together, people of Jannah, they thank, they say, oh, ya Allah, please show us your face. Show us your face. Then he removed the hijab. In hadith correct, between his creation and his real face, 70 hijab. Of Nur, of light. And Allah from his name An-Nur, and from his quality An-Nur, and from his creation An-Nur. Hijab
is from Nur, but this Nur is not the same of Nur of Allah. Nur of Allah is something high. And when he moved, all the Jannah, Anbiya, prophets, messengers, there is no ni'mat high like to see the face of Allah. That's why in Surah Al-Qiyamah, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَادِرَةٍ إِلَىٰ رَبِّهَا نَادِرَةٍ. When you look to Allah, the beautification reflects, the beautification of Allah reflects your face. You become more beautification. And subhanallah, this nur also go to your wives. And subhanallah, there is no ni'mah like that. You forgot drinking, eating, you forgot your wives. And when you return back from these markets, because you take the light of Allah in your faces, shining, the roof, your wife see you. Oh, you are more beauty as before. Then you see, oh, you also, what's happening? We see Allah. That's why in one ayah, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam give this description. He say, لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَى وَزِيَادَ. Husna is the Jannah, was ziyada mortal to see the face of Allah. We ask Allah to make us amongst those people who see Allah directly and close in the Jannah Firdaus. And also, brother, there is one hadith about Jumu'ah. Prophet correct hadith, authentic. People who come early in Jumu'ah before Imam and come close, then he hear the Imam, don't steal. No, he come close. Those people, he gonna have the priority before the people who come late. That's why be careful. Try to be early before Imam. And make adhkar and dua. Because in Jannah, you are early here, you are early there. You are first here, you are first there. Because two group of Jannah. As-sabiqun, as-sabiqun, and ashabul yameen. And sabiqun who ran early. We ask Allah to make us who run early with prophets and muhajirin and ansar. Allahumma ya awwal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dha al-quwwat al-matin, ya rahim al-masakin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma ajma'na wal-hadirin, wa abaina wa ummahatina, wa ahalina wa ahbabina fi Allah, wa ulama'ina wa mashayikhina. Allahumma ajma'na fi al-firdaus al-a'la, bila hisab, wala sabiqati adab. Allahumma arzuqna kamal ru'yatak fi al-firdaus al-a'la, bila hisab, wala adab. Allahumma aghfir lana wa li'abaina wa ummahatina. Allahumma akhtim lana bil-husna, wa nawwar qubur abaina. Allahumma aj'al quburahum rawdan min riyad al-jannah. Allahumma aghfir lana wa lil-muslimina wa al-muslimat, ahya'in wa amwat, wa ajma' shamla ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala al-Qur'an wa al-Sunnah, wa alhamdulillahi rabbil alameen. Amin.